معاك وليبيا وليبيا اش كانت تعمل؟ ليبيا راهو كانت تتعايش في شطار تونس نجم نقولوها. احنا توا بالتليفون باش نمشيو لمنطقه راس جدير معنا سي انيس اللي هو موجود في راس جدير باش يقدم لنا معناتها حوصله للاوضاع الانسانيه اللي موجوده في المنطقه الحدوديه في معبر راس جدير. اهم المنظمات الانسانيه الناشطه وشنو هي احوال اللاجئين الليبيين اللي موجودين غاديكا، خاصه انه توصلنا بعض الاخبار وتقول اللي فما معناتها دي كونديسيون هيومانيتير كي سون ان بو الارمانت. سي انيس مرحبا بك. مرحبا سي انيس، احكي لنا شويه على الاوضاع اللي موجوده في منطقه راس جدير. المنظمات اللي موجوده والجمعيات الموجوده على عين المكان قاعده قائمه بالواجب نتاعها. شكون المنظمات اللي موجوده؟ فما فريق الاغاثه الاماراتي، فما المتحده، فما الهلال الاحمر التونسي، فما اسلاميك ريليف، فما جمعيه التعاون الخيريه التونسيه، فما الكشافه التونسيه، مجالس حمايه الثوره، وفما الاونيتي اتحاد من اجل تونس اللي انا نشط فيها، وفما مستشفيات ميدانيه. واضح. كما المستشفى الميداني المغربي، المستشفى الجيش التونسي، المستشفى الميداني الاماراتي، وبعض الخيمات اللي يشرف عليها مجالس الثورات من جميع انحاء البلاد. واضح. بالنسبه لنسبه عدد اللاجئين اللي موجودين في تونس في جديد في شوشه 8900، من الاغلبيه منهم السودان 3900، بالامس دخلوا 3157 شخص من 38 جنسيه، 566 ليبي، 913 سوداني، 49 تونسي، 322 بنغالي، 142 غيني، 175 مصري، 241 مالي، 143 غاني، 53 صومالي، 5 فلسطينيين، 7 روسيين، 54 جزائري، 49 مغربي، 23 موريتاني، و2 من الفلبين. واضح. سي انيس، في جريدة الحدث اليوم خرجت مقال وقالت انه المخزون الغذائي مهدد بالنفاذ، هل هذا صحيح؟ بالنسبة لمنطقة راس جديرة صحيح. اما في جربة مازال فما شوية دعم من الاهالي. نحكيو على منطقة راس جدير، إذا المخزون الغذائي مهدد بالنفاذ توا. اي نعم. الأدوية موجودة ولا لا؟ الأدوية موجودة. خاطر وليد سامحني سؤال. نعم. أنيس سامحني سؤال. نعم. حتى المخيمات والوسائل الإحاطة اللي ذكرتها الكل من جميع البلدان، نعم. هل هي قادرة على الإحاطة بجميع الوافدين من القطر الليبي؟ أمور اجتماعية ولا أمور يعني أمور رعاية صحية، توفير الأكل، توفير الإقامة، يعني متحب نسألك سؤال آخر، هل الجانب الأعظم من الوافدين من ليبيا يبقوا على عين المكان أم يتم تصريفهم وتوزيعهم في مخيمات أخرى أو داخل البلاد؟ أنا نعرف التوانسة أكيد أنهم يروحوا على ديارهم، الجزائريين ممكن ينتقلوا على القطر الجزائري قريب، أما ثم جنسيات كما الصومال وغانا التعامل معهم يكون أصعب. أولا التعامل معهم، وثانيا مش قلت وثائق، وثالثا انهم اناس ما يحبوش يروحوا لبلادهم، اغلبيتهم يحبوا يهاجروا لبريطانيا ويحبوا يهاجروا لاوروبا. لا مش اغلبيتهم، هي الصوماليين برك يحبوا يمشوا لاوروبا. هاي نظرا للاوضاع المترديه في الصومال يحبوا يا اما يبقوا في تونس يا اما يمشوا لاوروبا. أنيس نحب نسألك بربي، تتخيل أنت تو كنت على عين مكان وموجود، تتخيل اللي فما تدفق ل معناتها أعداد أخرى من ليبيا معناها نحو راس جديرة حسب ما قالوا لكم الناس حسب ما نتصور فما الفلسطينيين اليوم بداوا يخلطوا للمعبر راس جدير. شكرا لك سي أنيس بن حليز، كنت كلمتنا من المنطقة الحدودية براس جدير. احنا معنا تليفون أخير.